يا الله جماعة قلوب المسلمين على كلمة واحدة. نفتح يوم عيدنا بشعائر صلاة العيد وأولاها القرآن الكريم لشيخ مصطفى إسماعيل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة ونذيقه ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء قدير إن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير كثير حق عليه الله
ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم تصعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا في سهرة الليلة من برنامج مع هواة التسجيل مع تلاوة مباركة من سورة الحج تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد سجلت له هذه التلاوة من إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة عيد الأضحى في 1963، وكان ذلك من مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة.